خلي أسجل المحاضرة، نعود مرة أخرى نفس المكان. نعم، أرحب بكم مرة ثانية. اليوم محاضرتنا راح نتناول بها مواضيع مهمة وهي إعازات الرسم. طبعا شباب، بعد أن تناولنا موضوع كتابة البرنامج، واحدة من أهم الأمور اللي لازم نسويها بعد أن نكتب البرنامج هو المخرجات، مخرجات البرنامج، يعني نقصد بها النواتج اللي راح تطلع تظهر لنا. بعض الأحيان النواتج اللي تظهر على شكل أرقام نقدر أن نحولها على شكل رسومات، وهذه الرسومات مهمة جدا في أن نفهم توضح لنا ماهية البرنامج. لهذا بما أنه دا نعمل إحنا في بيئة برمجية، بدل أن نضع أرقام وجداول كثيرة قد تربك الشخص اللي دا يتابع الشغل مالتنا، نحولها إلى صورة ممكن أن يفهم هذه الصورة بصورة يعني أسهل. لهذا لازم نتعلم بعض الإعازات المهمة اللي تساعدنا على استخدام دوال الرسم. أعتقد دالة البلوت، إحنا عندنا هنا مجموعة من الدوال راح نأخذها الآن. فأول دالة راح نأخذها هي دالة البلوت، plot of فد رمز معين، تقوم هذه برمز مصفوفة أو رقم أو أي شيء تعطيه هي. فمثلا لو عرفنا هذه أخذناها سابقا، عرفنا المصفوفة X تساوي هذه الأرقام 1 2 3 وننطيها plot، راح مجرد أن تضغط X تضغط Enter راح ترسم لك المصفوفة. في حالة عندك محورين، هاي هنا عندنا محور واحد، في حالة عندك محورين X و Y والمحورين مختلفين بالأرقام والتصنيفات، لهذا راح نرسم المصفوفة بهذا الشكل. عندنا المصفوفة X تختلف عن المصفوفة Y، فمن نحطهم في دالة البلوت راح تظهر لنا النقطة الأولى هي 1-4، النقطة الثانية هي 2-5، والنقطة الثالثة هي 3-6، وهذا ما تعودنا على رسمه في جداول الرسم البياني يدويا. من كنا نريد نرسم نشوف النقطة X ايش قد، نحط أمامها النقطة Y ونقاطعهم في نقطة معينة داخل جدول الرسم البياني، وبعد ذلك نوصلهم بخط مستقيم. أوكي، فهذه الدالة. طبعا بعد أن نرسم الدالة هذه البلوت XY، أيضا نستطيع أن نضيف لها فورمز. شنو هي الفورمز؟ الفورمز أنه أن نضع ألوان، مثلا نضع لون الخط اللي إحنا نريده، ونضع كأن نضع دوائر أو نضع نجوم بدل ما نضع خط مستقيم. هاي شلون تصير؟ هاي تصير هنا في هاي صيغة الفورم. هذه بالأشكال والألوان اللي يمكن نوضعها بداخل إعازة الرسم. فمثلا لما تكتب حرف الواي هذا معناته شنو؟ معناته اليلو، يعني اللون الأصفر. المجنتا الأم هذه تعطي لك اللون الوردي الغامق أو تعطي لك قريب على الأحمر. أوكي، السيان تكتور العفو، بس الصورة ما واضحة لنا. ديش لا أعرف، بعيدة يعني تعتبر هسه؟ لا يعني مراوشة هسه. تمام هسه وضحت؟ تمام هسه تمام. أوكي، أعيد الموضوع من البداية. نرجع إلى إعازات الرسم شباب. نأخذها على شكل دوال مثل ما تعودنا سابقا. دالة البلوت هذه تنطيها فقط إعاز واحد، اللي هو أن تنطيها المصفوفة X مثلا، هنا راح ترسم لك إياه بشكل منفرد. أما إذا كان عندك محورين X و Y وتريد ترسمهم، فتعرف المحور X
على شكل مصفوفة من صف على شكل عفوا محور فيكتور واحد اللي هو X، يعني الفيكتور X وكذلك الفيكتور Y، وتعرف الأرقام بداخله كأن يكون أرقام 1 2 3 أو غيرها من الأرقام، مثلا 0.1 0.2 0.3 وهكذا. هذه راح ترسم لك إياها على شكل X Y اللي احنا متعودين عليها سابقا. عندنا هنا ممكن إذا تشوفون الصيغة العامة للرسم اللي هو X Y اللي تعودنا عليها، مثلا خلي أشوف أسوي لكم مثلا رسم معين بها. مثلا هنا هذا X، عفوا هذا X وهذا Y. ممكن أن نغير الألوان مالته، مثلا عندنا خلنا نفرض أنه عندنا هذا الرسم، هذا الخط، هذا الخط ممكن أن نغير لونه. شلون نغيره؟ من هاي الصيغة، فتستخدم البلوت XY. الفورمز هنا ما تكتب هاي كلمة فورمز، وإنما تضع بين هاي الكوتيشنات، أما الواي راح يتغير هذا الخط اللون الخط الأزرق إلى لون أصفر، أو تحط الأم راح يصير لونه ماجنتا، يعني لون الأحمر قريب إلى الأحمر، أو السيان هو اللون الفاقع الأخضر الفاقع يصير. هذا الآر يرمز للريد، الجرين ترمز له بالجي، البلو اللي هو هذا اللون نفسه اللي هو مسوي ديفولت، الوايت دبليو، بس تحط دبليو راح يتحول الى لون ابيض لكن هنا بعد ما اشوفه، البلاك تنطير رمز الكي لان احنا اوريدي عرفنا البلو يعني اللون الازرق عرفناه بالبي، فالبلاك عرفناه باخر حرف اللي هو الكي. ايضا هذا الخط ممكن أن نغير الصيغة مالته، بدل ما يكون خط مستقيم ممكن أن نخليه علامة بلاصات زائد 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 زائد، هنا راح يصير بشكل ناعم فيصير على شكل بهذا الفورم، أو بدل ما أحط خط مستقيم أخلي دوائر، ممكن أن أخلي دوائر بهذا الشكل، أو تخلي علامة الأكس أكس مارك أكس الأكسات يعني بدل هذا، علامة الستار أيضا ممكن أن نصير الخط بصيغة علامة الستار. السوليد، هذه السوليد هي عبارة عن خط دوس الشيفت وعلامة الناقص بالكيبورد، راح تظهر لك الخط السوليد اللي هو مو الداش يعني شوية يصير أقوى، أو ممكن أن نتحول إلى نقاط، من دوس نقاط هذا الخط ما راح يبين، راح تظهر لك فقط النقاط اللي أنت تسويها. مثلا ممكن أنا أوضحها هنا أنا مرة أخرى، في صيغة النقاط البوينت مثلا أيضا هذا X وهذا Y، مثلا إحنا نرجع مرة ثانية نقطة واحد بأربعة X واحد هنا وأربعة خلينا نقول هنا، صارت هاي النقطة نقطة 2 بخمسة وهاي 2 وخمسة، كذلك النقطة 3 بستة، فصارت عبارة عن نقاط محددة هنا بهذا الشكل. مثلا يعني على سبيل المثال مو جدا واضحة، لكنه تحولت إلى بوينت. السكوير راح يتحول الى شكل مربعات، هذا الخط يتحول الى على شكل مربعات صغيرة متداخلة مع بعض. دايموند شكل العلامة الدايموند العلامة الماسية، وهذا هو شكل الفي شكل مثلثات يتحول الى شكل مثلثات، هذا شكل ايضا ترينجل اب يعني علامة مثلث رأسه الى الاعلى، دوت والداش دوت وغيرها من هاي الدبل داش دوت تصير كلها
هذا شكل الخط اللي تقدر تغيره بهذا الشكل. إذن من صيغة الفونس راح تتعلم شلون تغير اللون الخط اللي تقدر ترسمه، وكذلك تغير لون تغير صيغة الخط ولونه. هذا شنو فائدته؟ فائدته انه في بعض الاحيان شباب انه انت دا ترسم اكثر من دالة في مكان واحد، دا ترسم اكثر من دالة في مكان واحد، فلهذا تحتاج انه امسح الانوتيتورز حتى ما يخربطنا. فهذه تفيدنا في تمثيل الدوال. اوكي، نعود مره ثانيه الى دوالنا الاخرى. هنا مثلا انطينا مثال على هذه المصفوفه، اخذنا مصفوفه اي وبي بهذا الشكل، وكتبنا لهم رسمنا دالة البلوت لهم، رسمناها بهذا الشكل أي وبي وستار. فتلاحظون انطيناها شنو بهذا الشكل، إذا تلاحظون منا أنا من الرسم احنا المصفوفتين راح ترسم بشكل النقاط هذه اللي تعلمنا عليها، 1 2 3 4 و 4 6 5 7 و 6 8، هذين النقاط اللي عندنا نريد نرسمهن في المصفوفة اي وبي. لكن شن طيناها الفورم اذا تلاحظون انطيناها ار، الار هو شنو؟ ريد. اذا الخط اللي راح يوصل بين هاي النقاط يصير لونه شنو؟ احمر. طيب هاي الستار شنو؟ هاي الستار اذا تلاحظوها هذه علامه الستار، معناته احنا ما راح يصير عندنا خط ولكن راح يكون مجموعه من الستارات الحمر. واضح؟ علامه الستار الحمراء، فراح يصير الرسم مالتنا بهذا الشكل. راح يصير مثلا هذه X Y Y X هذه Y، فراح يصير عندنا هنا خلينا ناخذ اللون الأحمر، فراح يصير مثلا على سبيل المثال ستار بهذا الشكل وهكذا، ويستمر الخط يعني بخط مستقيم. شوية اعذروني لأنه دا استخدم المؤشر مال الماوس مال الحاسبة مال اللابتوب مو بالماوس اليدوي، لهذا يصير الكتابة مالتي مو واضحة شوية مخربطة. اوكي، اذا احنا هنا حولنا عرفنا شلون نسوي فورم ونسوي صيغة لدالة رسم الدوال. اوكي، خلي ايضا امسح هذا. اوكي، هنا أنا قدرنا عرفنا ان نرسم الرسم يكون على شكل نجوم حمراء داخل المحور الاكس والواي او محور الاي والبي. الداله الرابعه هنا هذه داله مهمه ايضا، هي داله الرسم القطبي. اذا تتذكرون عندنا من عندنا بالمحاور القطبية عندنا دائرة ثيتا ودائرة الراديوس مالتها، يعني عندنا دائرة وداخلها تذكروها في مواد سابقة ما أخذيها يمكن، عفوا هذه هي شكلها، وعندنا دائرة وعندنا الار مالتها
هذا هو الراديوس مال الدائرة بهذا الشكل، وهنا عندنا الارك يسموه الارك او القوس، وهذه هي دالة ثيتا. فقط خليني نشوف الرسم مالتنا بهذا الشكل. اوكي، فهذه هي مجرد الدالة ثيتا تصير هنا بهذا الشكل. هذا القوس نسميه arc ARC، وهذا الراديوس، فهذه هي ثيتا نكتبها بهذا الشكل، وهنا R، فمعناته شنو لازم ندخل؟ لازم ندخل داخل الدالة قيمة ثيتا، وأيضا لازم ندخل قيمة نصف القطر مالتنا. فحتى ترسم هاي الدالة تحتاج أن تكتب دالة البولر وبداخلها راح تكتب قيمة أول مدخل تدخل لها هي الثيتا، والمدخل الثاني هو نصف القطر مالتها. فأنت هنا مثلا في هذا الإكزامبل شوفوه هنا راح شو تسوي؟ تعرف أول شيء 1 2 3 هذه هي أنصاف أقطار الثيتا مالتك، عرفت لك أكثر من ثيتا، الباي والباي على 2 والباي على 4، وبعد ذلك قلنا له ارسم لنا ياهن، ارسم لنا ياهن كلهن، فرسم هذه الدوائر بهذا الشكل. اذا هذا هو هذا هو صيغه البولر، الرسم القطبي. خاف تحتاجوها في بعض الاحيان في المستقبل في بعض المواد ان شاء الله، اذا تاخذون في ماده العقدي في الصف الرابع راح تستخدمون هاي الامور هوايه. فتستطيع ايضا ان تستعين في ماده الماتلاب وترجع تكتبها بهذا الشكل. عندنا الداله 5 هي داله تقوم بوضع اعاز جريد، كيفيه وضع شبكه داخل الرسم مالتك. فمن تكتب من ترسم هذه الداله وتضع لها وتضع اعاز الرسم، بس حط فارزه واكتب جريد، راح تنضاف الشبكه داخل الرسم. الداله 6 هنا تقدر بهذه الداله ان تضع مؤشر داخل الرسم. يعني شلون؟ يعني نرجع مره ثانيه للانوتيشن. مثلا انا عندي هذا الرسم صار عندي بهذا الشكل، وخلي نفرض انه اعاز الداله او رسم الداله مالتي صار بهذا الشكل. خلينا نقول مثلا هاي الداله مالتي اف اوف الاكس، فانا اريد في نقطه محدده، خلينا نقول هاي النقطه، نقول هي هاي اعلى نقطه موجوده داخل الداله. فشلون اضيفها بداخل الماتلاب؟ داخل الرسم بعد ما ان كملت الرسم مالتي دالة الرسم اكتب دالة تكست اكس واي وانطيها الاسم داخل كوتيشنز. شلون؟ فبدلا مثلا عفوا اذا هنا مثلا هذه الاكس وهذه الواي، اجي ادخل المحاور او اللي موجوده عندي. مثلا هنا لو كان عندي بوينت 4، خلينا نفرض انه هذه هي البوينت 4 هنا، وامامها بوينت 6، خلينا نفرض ايضا هذه البوينت 6. فمجرد ان اضعها فاضع هذه الاعازين، فراح اقول له اكتب لي كلمه هنا. مثلا اقول له هنا اكتب لي بدال هاي الكلمه، احنا وضعنا اسم، ممكن ان تضع هنا اف اوف الاكس، فهنا هاي اف اوف الاكس.
فتقدر تضع هنا كلمة f of x، واضح؟ فهذه هذا الإعاز هو يمكنك بأن تضع فد معلومة، نضيف معلومة داخل الرسم بإعاز التكست. أوكي شباب، هذا بالنسبة إلى إعاز التكست. عندنا الدوال الأخرى الجاية راح تكون دوال هي رسم ثلاثي الأبعاد. فمثلا بالنسبة لدالة المش، هذه ترسم المصفوفات ثلاثية الأبعاد ولكن لمصفوفات كبيرة، يعني مصفوفة من 20 في 20، 20 صف و 20 عمود أو أكثر من ذلك، أو حتى 9 في 9. هذين إحنا تعرفون إحنا المصفوفات بعد الثلاثة، في ثلاثة راح تكون عندنا مصفوفات كبيرة لأن إيجاد المحدد والإنفرس مالتها يكون صعب جدا في حسابها، لهذا نستخدم الحاسبة بها. فإذا كيف برسمها؟ رسمها راح يكون صعب جدا، فلهذا من تستخدم إعاز المش هنا راح تلاحظ هذا الإعاز يرسمها مباشرة. فمثلا شوفوا هنا أنا انطيت، إذا تذكرون دالة الراند هي دالة توجد تضع لك قيم بين الصفر والواحد، فمن انطيته على شكل مصفوفة فراح ياخذ مصفوفة راند خمسة، يعني مصفوفة من خمس الصفوف وخمس أعمدة، من أضعها هذه في داخل دالة المش راح ترسم لي مصفوفة خمسة في خمسة ثلاثية الأبعاد، وهذا أيضا ممكن أن ينفذ داخل الماتلاب بسهولة. عندنا الدالة الأخرى هي دالة السيرف، هي تقوم بنفس ما قامت به دالة المش، لكن هذه الدالة يعني تنطيك سطوح، هذه الدالة شوية تنطيك مسطحة أكثر، فبما أنه إذا ترسم هذه دالة ترسم أبعاد هندسية فتنطيك ويا ألوان أحلى، يعني أحلى من المش. دالة المش أيضا تنطيك ثلاثية الأبعاد، لكن هذه تنطيك ويا لون، لأن من ترسم لك السطح الخارجي والسطح الداخلي تلون، السطح الخارجي مثلا باللون الأزرق والسطح الداخلي باللون الأحمر وهكذا. فهذه الدالة نفس دالة المش لكنه تعطيك إضافة ألوان من ناحية الجمالية فقط. الدالة الأخرى، بما أنه إحنا تعلمنا على شباب في بداية على دالة البلوت وأخذناها بالنسبة إلى دالة البلوت في XY، إذن أكو دالة أخرى اسمها بلوت 3 اللي هي هذه. بلوت 3 معناته راح تدخل X, Y, Z وأيضا الفورمز اللي تعلمناها هنا. فمثلا من راح ترسم الدالة بهذا الشكل، مثلا عندك T هي المدخل مالتك هنا، المتغير مالتك، تعطي هذه التقسيمات بين الصفر والعشرة باي، تعرفون شنو الباي اللي هي 3.14، وانطينا تقسيمات باي على 50، يعني قسمناها بشكل صغير جدا، وبعدين قلنا له ارسم لنا البلوت المن للساين تي والكوساين تي ومع التي اللي هي هذه التي نفسها، وانطينا شنو علامة اس. شنو علامة اس شباب؟ اذا نرجع الى الفورمز هنا سكوير يعني مربعات، اوكي. فهذه راح ترسم لنا دالة الساين مع الكوساين وبشكل ثلاثي الابعاد، وداخل الشكل راح تشوف علامة المربعات بدل ما تشوف الخط المستقيم، اوكي. هذا بالنسبة لدالة الرسم ثلاثي الابعاد. عندنا ايضا هذا الرسم اللي هو بلوت ماتريكس اللي هو يقوم برسم المصفوفات مباشره. اذا انتم مثل ما لاحظتوا انه احنا هنا قمنا باعاز البلوت بالبدايه، عرفنا به مصفوفات، واضح؟ لكن هنا في هذا الاعاز
اللي هو بلوت ماتريكس، هذا مباشرة يرسم مصفوفات ولكن أيضا مصفوفات كبيرة. مثلا عندنا الأكس هو عبارة عن مصفوفة الراند اللي قلنا عليها بين الصفر والواحد، تعطي أرقام بين الصفر والواحد لكن بخمسين صف وثلاثة أعمدة. وبعدين قمنا أنه بتعريف دالة المصفوفة Y هي عبارة عن X، شوفوها هذه X، في مصفوفة أخرى هي من عبارة عن ثلاث صفوف وثلاثة أعمدة. أوكي، شوفوها هي مصفوفة X، فهذه عبارة عن ضرب مصفوفتين. فإحنا ناتج الضرب نريد نسوي له رسم. احنا ضربنا مصفوفتين، مصفوفة 50 في 3 ومصفوفة 3 في 3، فالناتج راح يطلع، راح يطلع المصفوفة Y. اوكي، هذا اللي نستخدمه في إعاز البلوت ماتريكس. إعاز الكوميت هذا هو يرسم شكل الحلزوني. في بعض الأحيان تحتاج إلى أن ترسم شكل حلزوني، راح نشوف هنا أيضا عرفنا المتغير مالتنا بهذا الشكل. لازم يكون المتغير معرف بتقسيمات صغيرة، فلهذا السبب أنا استخدمت الX يأخذ قيم بين الماينس باي إلى الباي، وقسمنا بيناتهم الفترة بيناتهم هي باي على 200، فصارت تقسيمات جدا صغيرة. فناخذ الكوميت هو عبارة عن التي اللي عرفناه مع التان اوف ساين تي ماينس ساين تان تي، يعني فالدالة شوية معقدة طيناها هنا حتى يرسم لنا شكل حلزوني بداخل هذه هذا الدايمنشن. هذين 11 دالة اخذناهن حتى نتعرف على صيغ الدوال اللي نحتاجهن في استخدامنا لدالة المات، في استخدامنا لبيئة الماتلاب. خلينا نشوف في مثال، أو في خلينا نقول في برنامج، شلون نكتب أو نرسم دالة، نستخدم رسم الدوال. المثال الأول راح يريد من عندنا أن نرسم دالة ساين باستخدام إعاز البلوت. هذه بسيطة جدا، نفتح نافذة الام فايل ونبدأ بكتابة البرنامج التالي. شوفوا شباب، هنا السؤال راح يجيك بهذا الشكل، انت تجاوب بهذا الشكل، تكتب هذه الكليشة. دائما نفتح نافذة الام فايل وتضع لي علامة الارقام 1 2 3، يعني معناته انت افتهم انه انت دا تكتب في دالة الام فايل. فالان ايش راح نسوي؟ احنا نريد نرسم دالة الساين. فقبل أن نرسم دالة الساين لازم نعرف المتغير مال دالة الساين شنو هو، هل هو X، هل هو Y، هل هو حتى نعرف المتغير فرضنا هنا أنا I، أي رمز ممكن أن تكتب أنت، أي رمز X Y I E V كيف. فعرفنا I تكون بهذا الشكل، I هي بين الصفر وال 2 pi، يعني معناتها بهذا الشكل شباب يصير، يعني دالة الساين مثل ما تعرفون هذا الساين يبدأ من الصفر، فمن ترسم الساين بهذا الشكل فمنا إلى هنا نسميه باي. ومنا إلى هنا أيضا باي، فمن الصفر إلى هاي النقطة هو نسميه 2 باي. اوكي، هاي مو 2 باي، هاي صارت هاشتاج.
اوكي تمام. فأنا هناش عرفت الآي مالتي من الصفر إلى 2 باي، وقطيتها تقسيمات صغيرة يعني نقسم لها باي على 100 بهذا الشكل، فصارت هاي النقاط جدا صغيرة بيناتهم حتى يكون الرسم أوضح. بعد ذلك إيش عرفت؟ عرفت فد دالة سميتها زد تساوي لي ساين المن للآي. بعد أن كملت أقول له بلوت زد، انتهى الموضوع. أرجع أروح أخزن البرنامج، أسوي سيف باسم معين، وأنفذه بعد ذلك بأن أضغط على رمز الرن مثل ما أخذناه في المحاضرة السابقة، ويتنفذ البرنامج على دالة الكوماند ويندو. هذا اللي كيفية كتابة البرنامج بصيغة الماتلاب. المثال الآخر أيضا أخذناه هنا، اكتب برنامج يرسم دالة الساين باستخدام دالة الاف بلوت. تذكرون دالة الاف بلوت اللي أخذناها سابقا؟ احنا راح نسوي نفس الخطوات هذه بس راح تكون بشكل مختصر جدا. نفتح دالة الان فايل ثم نبدأ بكتابة البرنامج. خطوة واحدة بس نقول اف بلوت، نكتب دالة الساين، هذا الفترة اللي راح نعطيها بين الصفر والباي هي عبارة عن قيم المتغير i اللي هنا في هذا المثال، فراح هو يفتهم بالاف بلوت راح يجيب دالة الساين شنو المدخلات مالتها، هي النقاط بين الصفر والباي، فراح يبدأ برسمها بخطوة واحدة. اوكي هذا أهم ما ممكن أن نأخذه لهذا اليوم في هذه المحاضرة هو إعازات الرسم. طبعاً منا هي طبعاً كل الأسئلة والأمثلة اللي راح نأخذها شباب كلها راح تكون على شكل كتابة برنامج يعني بالأمثلة. فاللي أريده من عندكم دائماً أن ترسموا لي أو تكتبوا لي بصيغة البرنامج. أوكي أكو سؤال لحد الآن شباب؟ طبعاً واضح دكتور. أوكي طبعاً شباب عندي أيضاً بعض الأمور المهمة اللي راح نحكي بيها الآن، لكنه الزوم وقت الزوم عندي راح يخلص بخلال 40 دقيقة، وإحنا على وشك نخلص 40 دقيقة. راح أخلي الملاحظات في راح أسوي ريستارت أخرج، لكن أنتوا لا تطلعون ظلوا بمكانكم، بس أسوي ريستارت وأرجع لكم راح نحكي بعد المحاضرة. الآن المحاضرة انتهت في هذه الخطوة وأرجع وياكم بعد حوالي 3 دقائق. أوكي شباب مرحبا بكم مرة ثانية شباب، أهلا وسهلا. راح أرجع أسوي شير الآن. طبعا شباب تعرفون احنا على وشك ان ننهي العام الدراسي، ان شاء الله احنا ايضا هنا مادتنا ما راح تكون طويله في هذا الكورس. مثل ما تعرفون الوزاره بعد ان صارت هاي الازمه مال جائحه كورونا، الوزاره ارتأت انه تحول كل امتحاناتنا ان شاء الله بامتحانات الكترونيه، لأنه من الصعب جداً في هذه الأزمة أن تسوي امتحانات ورقية اللي اعتادينا عليها. فالمسألة صارت مجبرين عليها ولسنا مخيرين. طبعاً أنا شخصياً أفضل أنه أسوي امتحان، حتى المحاضرة أفضلها أن تكون بالصف، لكنه هذا الأمر أمر بعد
صار من رب العالمين مو بإيدنا. وأعتقد أنتم كل الخطوات دسمعوها، كل شيء الآن دسمعوها. أنا أعرف بكم أنتم من ناحية الأخبار والوزارة والوزير الشي يحكي وشي يعلق كلها توصلكم. فالوزارة قالت راح نسوي امتحانات إلكترونية، ولكن ما نسويها بالصيغة اللي تعرفوها أنتوا هنا في جوجل كلاس وهذه الأمور. ارتأت أن تحولنا إلى منصة جديدة اللي هي يسموها منصة الإدمودو، إذا أنتوا سامعين بيها. هذه منصة هي فري طبعا، هذه منصة بس تكتب بالجوجل هذه المنصة حتى أدليك شلون تروح لها، مجانية تنزل على الموبايل. ميزتها شنو شباب؟ يعني طبعا أغلب الطلبة راح يقولون احنا ليش نروح هسه احنا مو على جوجل. ميزتها هذه هي عبارة عن جدا، هي أولا صممتها شركة مايكروسوفت وسوت لينك مع شركة الفيسبوك. فهذه المنصة هي منصة فيسبوك يعني، لكن بصيغة تعليمية، يعني بدل ما تصير صيغة انترتينمنت اللي هي ترفيهية هي تحولت إلى صيغة تعليمية. يعني هنا راح نسوي كل شيء شباب، يعني اولا راح نسوي كل اللي سويناه بالجوجل كلاس اللي انتم تعلمتوه سابقا، يعني نسوي اسايمنت او عفوا اسوي هوم وورك، اعطيك الهوم وورك وتسوي لي سبميت وهاي الامور كلها. لكن هنا اضافه الى ذلك انه انت تقدر تسوي كومنت لايك وشير اللي هي تعلمناها في صيغه في الفيسبوك. ايضا تقدر تسوي اتاتشمنت من هنا، تقدر تضيف صوره، تقدر اذا عندك هذا هنا اعاده اللايبراري راح اعلمكم عليه بعدين. ف شلون راح نحول كل شغلنا لهنا؟ العمليه التحويل بسيطه جدا، مثل ما سويته بالجوجل كلاس راح نتحول هنا. الهدف منها شباب انه هذه ال environment او البيئه مال هذا الادمودو جدا جدا امنه، غير قابله للاختراق من ناحيه الهاكرز والهاي الامور اللي تعرفوها اللي متعلمين عليها. طيب شلون راح تفتح حساب؟ هاي العمليه راح اراويك اياها الان في موجز بسيط ان شاء الله، واعتقد انتم كلكم اصبع بهيك امور ما يعصى عليكم. من ناحية الموبايل راح تروح للستور مالتك، بس تكتب إدمودو راح يطلع لك تطبيق الإدمودو، تفتحه تسوي تسجيل. من ناحية تسوي تسجيل وتضيف اسمك كطالب، طبعا هنا احنا ما نريد اسماء بعد رموز، يعني تدخل برمز الموبايل مالك او هاي الامور هنا، لانه هاي بيئة رسمية، يعني بعد هاي اسمك راح يروح للوزارة بيها. فلازم تدخل اسمك الثلاثي، اسم الأب، اسمك واسم الأب واسم الجد، هاي ما بيها مجال. تخلي صورة مثل ما أنا مخلي هنا كيفك، هاي أمر شخصي يعود إليك، مو مشكلة تختار أي صورة، البنات يختارن أي صور مختلفة، صورة وردة أي أمور ماشي، بس ما البنات يدخلن مثلا الهمسة الحنونة شنو وردة الياسمين ما أعرف شنو، هاي الأمور كلها مرفوضة رأسا، راح أطردها من الكلاس اللي إذا ألقاها بهذا الاسم. لازم تكتب اسمها الثلاثي. الشباب نفس الشيء بهذا الموضوع. حتى تنضم للكلاس، اللي هو كلاس نفسه، هذا شوفوا نفس الكلاس البرمجة مالتنا Topics in Computer Science. هذا ايش اريد من عندك؟ تاخذ رمز الكلاس، هذا رمز الكلاس، شوفوا شباب امامكم، راح اخليه حتى تشوفوا وتضيفون نفسكم بداخل الكلاس. اوكي؟ هسه الان من انا طبعا انا داخل كاستاذ، هنا أنا اذا تشوفوني هنا أنا كاستاذ، وهاي الصفوف مالتي اللي انا حاطها. لازم اطلع من هذا الصف
أطلع من عنده وبعدين أدخل كطالب. فأولا حتى تدخل لازم نسوي ساين أب. من نسوي ساين أب من هنا شوفوا حتى تسوي ساين أب شباب لازم يكون عندك هل عندك أكاونت مال تيتشر أكاونت مال ستودنت. طبعا هي هاي البيئة أيضا مصممة لطلبة هاي البيئة هاي المنصة سووها في أمريكا مصممة لطلبة المراحل التربوية يعني من صف الروضة إلى صف السادس علمي وبعد ذلك وسعوها أيضا لخلوها لطلبة الدراسة يعني الجامعات وحتى الدراسات العليا أيضا دا يستخدموها. لعلمكم طلبة الدراسات العليا الآن دا يستخدموها وجدا فرحانين بها وسهلة وجدا ماكو أي مشاكل بها. فبالنسبة لكم أيضا أنا أعتقد أيضا ما راح تعصى عليكم لأنه الجوجل كلاس أشوفه أصعب من الإدمودو. إذا أنت حتى تسجل في أكاونت مالتك على شكل طالب بهذا الأكاونت راح تسوي اسمك الأول مثلا محمد خلينا نقول عندنا طالب اسمه محمد حسين علي فتكتب محمد حسين علي أو مثلا خلينا نقول بالعربي طبعا إذا تريد أو بالإنجليزي ماكو إشكال أنا ما يهمني خلينا نقول خلينا أسويها قدامكم عفوا محمد حسين علي اوكي كود الصف الكود هذا انا اعطيتكم اياه هنا شوفوا هذا كود الصف تكتبه او تسوي له نسخ هاي بعد يمك كود الصف هنا تنزله خلي انزله من هنا خلي اسوي له كوبي اوكي وتجي هنا بس تسوي له كوبي اوكي اليوزر نيم هنا راح تحط اليوزر نيم مالتك راح انت تحط اليوزر خاص بيك الايميل مالتك ايضا طبعا انا افضل ان تكتب ايميلك الشخصي ولا تقولوا لي طالب انت طالب مرحله ثانيه جامعيه وما عندك ايميل روح سوي ايميل بالجيميل شباب كلكم سووا ايميل بالجيميل لان يعني الجيميل يفيدك بهواية أمور وأعتقد أكثركم مسوين بس يمكن أنا سمعت من طالب أو طالبين ما عندهم إيميل ما أعرف ليش عنده فيسبوك بس ما عنده إيميل شلون فاتح فيسبوك وما عندك إيميل لازم تسوي إيميل ماشي وآخر شيء تعرف باسورد هاي الباسورد مالتك أنت راح تكتبها بصيغتك اللي تعجبك بعد أن تكمل هاي الخطوات بس تسوي كرييت انتهت تسجيل جدا بسيط وأكو خطوة أخرى أسهل إنه تدخل بدال هاي كلها تدخل بالساين أب وذ جوجل بس تدوس على هذه رأساً إذا عندك حساب بالجيميل رأساً راح تدخل أنت إلى نافذة الإدمودو واضح الآن؟ أنا عندي حساب هنا فما راح أدخل راح أسوي لكم تجربة بسيطة من أكون أنا كطالب بس الآن إحنا سوينا ساين أب خلي نفرض إنه سوينا ساين أب كطالب راح أدخل هنا أيضا كطالب أنا عندي حساب سوي هذا بعد ما سويت انت حسابك أدخل الآن عفواً أنا مسويها بالعربي فما أخذت الباسورد المشكلة صارت عندي
صار عندي خطأ بال عندي مشكلة نسيت أنكتب الباسورد مالتي. ما أعرف نسيت الباسورد يمكن. المهم فصار عندنا شباب راح تنتظمون بعد أن تدخل إلى النافذة هنا، راح تشوف نفسك دخلت إلى الكلاس مالتي مباشرة، تدخل إلى هذا الكلاس أوكي. فراح تشوف كل التعليقات اللي أنا راح أحطها هنا، مثلا هذا البوست مالتي راح أحطه شوفوا شباب امامكم، انا حطيت هسه بوست، اذا اكو شباب راح يلتحق. طبعا هذا التطبيق ايضا مثل ما قلت لكم تقدرون تسووه من الموبايل، تقدر تدخل من الموبايل. طبعا انا ما اعرف شنو المشكله اللي صارت هنا، يعني مسويت حساب كطالب ودخلت بس ما اتذكر شلون اقدر اتذكر الباسورد، لان صارت عندي اكثر من باسورد. لا عفو دكتور، احنا نعرف نسجل دخول داخلين بالفيزياء بس طريقة الامتحان ما نعرف لها. هاي هم راح نسويها انا وياكم ان شاء الله. طريقة الامتحان تدرون شلون راح نبدأ؟ اذا سويتوا تسجيل بصف ان شاء الله راح ايش اسوي؟ اسوي لكم تيست، نسوي تجريبي، يعني ناخذ فد امتحان من سؤال واحد، نسوي سؤال واحد مثل ما هسه هنا. بعد احنا شغلنا راح يصير كله على الادمودو، فاجي احط لكم قدامكم تيست تطبون عليه امامي من خلال الزوم، تطبون تسوون التيست تجاوبون على السؤال سؤال سؤال فكل محاضره. فانتوا لا تتوقعون راح نروح للامتحان وانتم ما مستعدين لو ما تعرفوا له، كل محاضره راح اسوي لكم تيست معين اوكي شباب. فشكو انواع الاسئله اللي موجوده هنا راح ناخذها على شكل تستات بسيطه، وكل تيست راح نسوي مشاركتك راح تنحسب به وتصير لك درجه. ونفس الشيء نفس الاسلوب راح نسوي هنا الحضور مالتكم مثل ما سويتوا هسه اليوم حضور بالجوجل كلاس. احنا مجرد راح ننقل شغلنا من الجوجل كلاس الى الادمودو بمجرد استخدامكم له، راح تتعلمون تشوفون البيئه مالته نفس بيئه الجوجل كلاس، بعد بيها ميزات افضل واسرع وامن. طبعا شباب عمليه التسجيل مالتكم راح اشوف اسماءكم اللي بالجوجل كلاس نفسها راح تجي هنا، بعدها راح اقفل اسوي لوك للكود مال الصف، بعد ما حد يقدر يطب، مستحيل اي طالب يقدر يطب ولا اي استاذ ولا اي شخص من بالعالم بالكون كله ما يقدر يطب بصفنا، بس انا وياكم اوكي. طبعا شباب هنا أنا ايضا اكو بيئه له، لكنه اعتقد الوزاره تسوي مفاوضات مع الشركه، هي شركه الادمودو، حتى بيها ميتنج، يعني اذا صارت هذا الكلاس هذا الاكونت مالتنا راح يتفعل، اذا تفعل ان شاء الله حتى نقدر نسوي ميتنج من داخل الادمودو بعد ما نحتاج الزوم. تفهمون شنو قصدي؟ لكن هذه مفاوضات بعد بها عمل كثير. فان شاء الله اليوم انا ايش اريد من عندكم؟ اريد منكم تسوون تسجيل عندي بصفي بان تاخذون الكود، كل الشباب اليوم اللي دخلوا توزعوه على اخوانكم البقيه اللي ما حضروا اليوم، تجيبون كل اموركم تجون لهنا اوكي. مثل ما شايفين من بالمدرسة كنتوا قاعدين بصف ويجوكم يقول لكم طلعوا من هذا الصف روحوا لغير صف، احنا هيك راح نسوي، راح نشيل غراضنا ونتحول نجي لهنا ونبدا بخطوات بسيطه.
اللي راح يصير أنا إيش راح أسوي؟ إحنا عندنا محاضرتين بالأسبوع شباب، محاضرة راح نكرسها إلى محاضرتنا الاعتيادية بمادة الماتلاب، نفسها ما راح تتغير كل أسبوع. المحاضرة الثانية راح ندخل على الإدمودو أنا وياكم نفس الشيء، وراح نبدأ بنسوي تستات، أسئلتكم راح تدزوا لي إياها، تقولوا لي أستاذ إحنا ما افتهمنا فلان شيء، شلون نسوي؟ شلون نجاوب على السؤال الفلاني؟ شلون نسوي تيست؟ شلون أضيف تعليق؟ شلون أسوي شير؟ شلون أدز لك الواجب مالتي؟ شلون أدزه؟ مثلاً الهومورك اللي سويناه هذا نفسه أنت ما راح تسوي شيء، نفس اللي موجود عندك كانت راح تدز لي مرة ثانية هنا، بس مو هسه إن شاء الله على المحاضرات الجاية. أوكي، الهومورك الثاني اللي إن شاء الله راح أنزله هم نفس الشيء، راح نبدأ بخطوة خطوة إلى أن نصل إلى مرحلة أشوفكم بها تحولتوا بها إلى يعني مسيطرين بها إن شاء الله، ونبدأ بأن نعد نفسنا للامتحان النهائي. أوكي شباب، إذن صار عندكم عملية تسجيل وصارت عندكم معلومات عن الموضوع مالتنا، والكود موجود أيضا. إذن أكو سؤال الآن؟ أكو أي سؤال؟ ماكو سؤال؟ أوكي، إذن شباب أشوفكم إن شاء الله الأحد القادم بمحاضرة مال ماتلاب، والثلاثاء القادم راح ندخل داخل الإدمودو، وأشوفكم كلكم إن شاء الله موجودين بعد أن تسجلون كلكم. راح نبدأ بتفاصيل كثيرة، وأنا بين هذه راح أسوي لكم أيضا أدز لكم بعض الأمور التعليمية اللي تعلمكم شلون تستخدم المنصة مالتك من داخل الإدمودو، شلون تتعرف عليها بتفاصيلها كلها، وشلون تتفاعل مع الأستاذ. أوكي شباب، إذن أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. بين هذا منا للأسبوع القادم أتمنى أنه تسوون تسجيل، تسوون تسجيل عندنا. بريد أشوف كم واحد الآن، هاي هنا طلبات حضور. أوكي، أهلا وسهلا بكم، بدأتوا تحضرون. أنا راح أعطيكم أبروف، راح أعطيكم أبروف إن شاء الله من هنا. المهم إحنا محاضرتنا انتهت، أهلا وسهلا بالطلاب، وراح نقوم بالتسجيل إن شاء الله. يلا أوكي، نشوفكم الأسبوع القادم، مع السلامة.